يقول هذا الشاعر عبد الكريم العراقي، يقول كان عندي صديق، يقول وعرفته على واحدة، يقول من كثر ما أحبها يقول قمت أكتب عليهم أغاني. يعني شنو هذا الحب اللي خلى عبد الكريم يكتب عليها أغاني؟ عاد إيش قال؟ قال كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلدي، واستغرب الناس حينما القصة انغلبت بلا خصم وبلا هجر وبلا نكد. أما أنا الشاهد المجروح بينهما، سيفاني من نار يختصمان في كبدي، كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمًا.